الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد 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 ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد جلبت بالنور طينته محمد جلبت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد 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 الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد 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 ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم محمد 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 Thank you.
ببسم الله خير الأسماء، ببسم الله رب الأرض والسماء، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. سادتي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم. ونحن على مشارف هلال شهر شعبان، شهر الرسول الأكرم، شهر الأعياد الشعبانية. شعبان فيضك كله معطاء، شعبان فيضك كله معطاء، أرض تسبح باسمك وسماء. أسعد الله لنا ولكم هذه الأيام سادتي المشاهدين، وميلاد الأقمار الشعبانية إن شاء الله من جوار السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، وهذه البقعة المباركة التي يتلى فيها القرآن ويسمع فيها صوت الأذان. حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم يا بنت فاطمة. جئت إلى الحرم الشريف وغايتي إني أهنئ فاطما من مهجتي، تهفو القلوب مع الزمان لوصلها، وهي التي في النائبات وسيلتي، قدسية نفحاتها علوية ولها أزف من الفؤاد تحيتي. أعزائي المشاهدين، نهنئكم بحلول شهر شعبان، شهر الرسول الأكرم، وشهر عظيم وفيه الولادات الميمونة، وجعل الله أيامنا وأيامكم سادة المشاهدين بهجة وسرور بحق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأزف لكم هذه التهاني والتبريكات، ومن جوار السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك أيتها المعصومة، ورحمة الله وبركاته، وعرف الله بيننا وبينكم في الجنة إن شاء الله. وعلى بركة الله بانتظار تواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. وأول اتصال من آمرلي الموالي أبو عباس. أهلا وسهلا أبو عباس، وأسعد الله أيامكم، والوقت لكم بالدعاء والزيارة. أبو عباس من آمرلي، نعم يا أبو عباس، أبو عباس من آمرلي الظاهر. نعم أبو عباس ويانا على الخط. أبو عباس الظاهر انقطع الاتصال. نعم سادتي المشاهدين، بانتظار تواصلكم معنا عبر الأرقام التي ظهرت أسفل الشاشة، وإن شاء الله يتزود الجميع من هذه البقعة المباركة من السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. وما أحوجنا وإياكم إلى الدعاء وإلى التوسل بأولياء الله إلى الله عز وجل، وسلاح المؤمن هو الدعاء، ونسأل من الله سبحانه وتعالى الاستجابة بحق محمد
وآل محمد آمين يا رب العالمين. شعبان فيضك كله معطاء، أرض تسبح باسمك وسماء. شعبان فيضك كله معطاء، أرض تسبح باسمك وسماء. شعبان يا شعبان هدية الرحمن، شعبان يا شعبان هدية الرحمن، هدية الرحمن. شعبان يا شعبان، شعبان تزدهر النجوم بنوره، أنفاسه فاحت شذا بعطوره. شعبان فيضك كله معطاء، أرض تسبح باسمك وسماء. نعم، نأخذ اتصال. الأخ أحمد من ذي قار، أهلا وسهلا بالأخ أحمد، والوقت إلكم بالدعاء والزيارة. وعليكم السلام ورحمة الله، وأسعد الله أيامنا وأيامكم، الله يحفظكم إن شاء الله. أخ أحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا ابنة رسول الله وابنة علي المرتضى، السلام عليك يا ابنة فاطمة وخديجة، السلام عليك يا ابنة الحسن والحسين، السلام عليك يا ابنة الإمام موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا أخت الإمام علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا عمة الإمام الجواد، السلام عليك يا أخ القاضي، عليكم السلام جميعا. السلام عليك يا ابنة السيدة تكتب، يا مولاتي ابنة السيدة تكتب، يا ابنة الكرم، يا الله اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج يا الله. أخاني، نعم نعم يا أخ أحمد، الإمام موسى بن جعفر بالمصاب مالك، الله يحفظه، وزرت زيارة خاصة وقلت لك الشباك مال القصر بن موسى بن جعفر الكاظم، واللي قدرت عليها أمير المؤمنين من الإمام الحسين سلام الله عليه. الله يعزك، واحنا كذلك من عندك الدعاء وناسلك بالدعاء يا أخ أحمد إن شاء الله. نعم، طالب من عندك دعاء يا أغيثيني يا ابنة السيدة، يا رب اللهم بحق محمد وآل محمد، صلى على محمد وآل محمد، وعجل فرج أقرام آل محمد. اللهم عجل وليك الفرج المرحوم أبو جاسم، يا المرحوم أبو جاسم. نعم، وياك تسمعني؟ إي أسمعك أبو جاسم، الله يرحمه. المرحوم أبو جاسم. نعم، المرحوم، نعم أبو جاسم المرحوم، الله يخليك. وطلب الذرية جاسم، الذرية يا رب إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، يا الله يا الله. واطلب من عندك طلب بعد، من عندك تكتب لي الورق، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج أقرام وآل محمد. صل على محمد وآل محمد، خادم خادم إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد إن شاء الله الرحمة للوالد، ويعطيك مرادك إن شاء الله الذرية الصالحة بحق محمد وآل محمد يا رب، إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب. نعم، هناك اتصال. نعم، إن شاء الله. سادتي المشاهدين، بانتظار تواصلنا وتواصلكم معنا إن شاء الله في هذا البرنامج، وآملوا من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الأخت آية من الدجيل، اتفضلي يا أخت آية من الدجيل. أسعد الله أيامنا وأيامكم، والوقت لكم إن شاء الله بالدعاء والزيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وألعن عدوهم وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليك يا بنت فاطمة، السلام عليك يا بنت فاطمة، أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة الأئمة الأطهار وحلول شهر شعبان المبارك، وإن شاء الله يا رب شهر خير ورحمة وسعادة وفرح علينا وعليكم وعلى أمة محمد يا الله. آمين آمين آمين. نعم،
السلام عليك يا بنت فاطمة، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته، السلام على أخيك علي بن موسى الرضا شمس الشموس أنيس النفوس، السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة المعصومة، يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة المعصومة، إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم اقض حاجة كل محتاج، اللهم ارزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. يا الله. أستاذ هاني نسألك الدعاء والزيارة، ممكن تسجل الأسماء؟ أعطيني الأسماء. اسم الطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر، يا رب. والطفل عباس ابن كاظم، نعم. والطفل حسن ابن محمد، نعم. والطفل زينة للشفاء، نعم. والطفل خولة، نعم. وخلود عبد الرزاق بالرحمة إن شاء الله والغفران يا رب. المرحومة الليلة، نعم. وبيتي المرحومة ليلى وبيبيتي المرحومة زهرة، يا الله الرحمة والغفران. من الدعاء أستاذ هاني سيدتي مولاتي فاطمة المعصومة، وإن شاء الله يا رب قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم ويوفقكم ويديمكم على هاي الخدمة، وإحنا ما نعطيكم من الدعاء والزيارة عند مراقد أهل البيت وبصلاة الليل وبدعائنا، وإن شاء الله ما تنسونا من الدعاء، إن شاء الله يا رب يديمكم على هاي الخدمة بحق الحسين الشهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا الأخت آية، جزاكم الله خير الجزاء، إن شاء الله الشفاء العاجل لكل الأسماء اللي ذكرتيها والرحمة والغفران للأسماء إن شاء الله بالرحمة والخلود بحق محمد وآلي محمد. أبو عباس من آمرلي عاود الاتصال. أبو عباس أهلا وسهلا وإلك الوقت بالدعاء والزيارة. السلام عليكم أخي هاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو عباس، الوقت إلك، تفضل. أحرصكم الشهر شعبان معظم. أسعد الله أيامكم إن شاء الله. السلام عليكم المدينة المصورة المعيد أبو القاسم المصطفى أبو الزهرائي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على إمام المتقين وإمام المتقين عليه السلام، على مولى السامي ونور العليم وإمام المتقين إمام حسين عليه السلام وأخي أبو فضل عباس عليه السلام وأختي زينب الكبرى عليه السلام، السلام على إمام الكبريين، السلام على إمام العسكريين، السلام على أئمة الوفاء، السلام عليك يا خير صلى الله وخلفت آباء المهديين، السلام عليك يا وكيل الأوصياء الماضيين، السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين، الإمام ميدع الجلالة على فوجه الشريف. أخي أنت اللي أسمعنا؟ نعم، طين الأسماء أبو عباس. أبو عباس. نعم. أبو عباس. يا الله. قال إذا كنت طوري من جلسة ولن فرحة في على درجات فإلى ما ذكر في مجلس أرفع أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا يا أبو عباس والله يتقبل هذه الزيارة وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله بالتهاني والبركات دائما آمين يا رب العالمين. جئت إلى الحرم الشريف وغايتي جئت إلى الحرم الشريف وغايتي إني أهنئ فاطما من مهجتي في فرحة فيها الملائك بشرت واستبشرت مسرورة بالفرحة. نعم نأخذ اتصال.
أبو كاظم من إيران. أهلا وسهلا بأبو كاظم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياكم الله وأسعد الله أيامكم، وأنت في أسعد الله أيامكم أنت فاطمة، والوقت لكم بالدعاء والزيارة. السلام عليكم. وعليكم يا السلام سيدتي يا معصومة. يا سيدتي ومولاتي. السلام عليك يا بنت رسول الله. يا بنت رسول الله. السلام عليكم يا بنت ولي الله. نعم. السلام على بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. يا بنت ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر القادم. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاتي يا سيدة المعصومة ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أريد أن أكتب الأسماء يصير عندك. أعطيني الأسماء يا أبو كاظم. نعم. اسم سالة. نعم. كاظم. نعم. سكينة. نعم. زينب. نعم. إيه نعم حبيبي. الله يسلمك ويحفظك. ادعونا عند السيدة المعصومة وسلمنا نقاطين عند السيدة المعصومة. الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله. ما ناسيكم من الدعاء والصحة والسلامة لكم وللأسماء اللي ذكرتها وقضاء الحوائج بحق محمد وآل محمد من بابل العلوية. أم محمد. أم محمد من بابل، أهلا وسهلا يا أم محمد، والوقت لكم بالدعاء والزيارة. يا بنت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم يا السلام بنت فاطمة. ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي، وعلى بيت الإمام موسى بن جعفر، وعلى بيت الإمام علي بن موسى الرضا. يا مولاتي يا وجهة عند الله اشفعي لنا، يا وجهة عند الله اشفعي لنا عند الله. ارزقني، اسأل الله ان يرزقني زيارتك في الدنيا يا الله ان شاء الله بالقريب العاجل يا الله. سجل لنا اسماء خالي. اعطيني الاسماء ام محمد بالخدمة، اعطيني الاسماء. رحمه الله ربي. عائلة السيد مهدي. نعم. عائلة السيد حيدر، العلوية حيدر. زين، أم حيدر وعائلتها. نعم. أم ريام وعائلتها. نعم. محمد، سيد محمد. نعم. وأخي منتظر، ومشكورين ورحم الله والديكم. الله يسلمكم إن شاء الله. سجلت الأسماء. الزيارة والدعاء. الله يتقبل إن شاء الله منكم هذه الزيارة، وسجلنا الأسماء وإن شاء الله توضع بالضريح. ونسأل الله سبحانه وتعالى الاستجابة بحق محمد وآل محمد. شكرا يا علوية أم محمد. نأخذ اتصال آخر. أم جعفر من البحرين، أهلا وسهلا به. أم جعفر من البحرين. السلام عليكم يا ورحمة الله بنت وبركاته. فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة الله يحفظك. السلام عليك يا فاطمة المعصومة. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى. السلام عليك يا بنت علي المرتضى. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت ولي الله الإمام موسى بن جعفر. السلام عليك يا أخت ولي الله الإمام علي بن موسى رضا. السلام عليك يا عمة ولي الله محمد الجواد باب المراد. السلام عليك يا فاطمة المعصومة. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فجزاك الله خير الجزاء. يا فاطمة المعصومة يا وجهة عند الله شعي لنا عند الله. يا وجهة عند الله شعي لنا عند الله يا الله. آمين. اللهم جافي كل مريض ومريضة. يسر لنا ولجميع المؤمنات والمؤمنين بحق شهر شعبان. يا الله يا أرحم الراحمين الذي حفظته بالرحمة والرضوان. يسر اللهم لكل مؤمن ومؤمنة في حاجته. يا الله يا الله حق فاطمة المعصومة. يا الله اكتب اسم فاطمة، سجل اسم فاطمة بالتبتهاج. رحم الله نعم. والدك نعم فاطمة. نعم اسم فاطمة بالتبتهاج، حورية بالتبتهاج. نعم دعاء
اخاف عن فاطمه المعصومه يا رب خادم. سجل اسم نجات وابتعاد للصحه والعافيه يا الله. نعم. سجل اسامينا رحم الله والديك ولكل المؤمنين. ندعي للكادر بالصحه والعافيه المقدم البرنامج بالصحه والعافيه. الله يحفظك الله يسلمك. فاطمه المعصومه السلام عليك يا فاطمة المعصومة يا وجهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجهة عند الله اشفعي لنا عند الله وندعي لكل المرضى بالصحة والعافية يا الله ولمرضى آية بالصحة والعافية يا الله آمين. يا أرحم الراحمين تب علينا يا أرحم الله والديك بزيارة فاطمة المعصومة خادم يا أم جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد نزل في البشرى والثاني للقائم الحجة بن الحسين أجل الله تعالى فرجه الشريف اجعلنا من أنصاره وأحوانه تحت رايته الله يسر لجميع المؤمنين والمؤمنات أماتنا أماتكم بالرحمة والمغفرة تدعي الحج عبد علي أبو حج أحمد المأذن نعم. بالرحمة ولحج أحمد بالرحمة لا مفاضل ولا الحج أمينة بالرحمة نعم. وتدعي لحميد أم محمد بالرحمة نعم. وتدعي اللهم للصديقة بالرحمة نعم. وتدعي لعبد الله أبو عمار بالرحمة الله يرحمهم ويرحم الله جميع المؤمنين والمؤمنين بحق فاطمة المعصومة والسلام عليكم الله يحفظكم إن شاء الله ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا جزيلا يا أم جعفر يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة والله إن شاء الله يعطيكم الصحة والسلامة والعافية وللأسماء اللي ذكرتيها والرحمة للأسماء اللي ذكرتيها وشكرا طبعا لدعائك للجميع وهذا يدل على إن شاء الله حسن دعائكم نسأل الله سبحانه وتعالى الاستجابة آمين يا رب العالمين شكرا جزيلا يا أم جعفر نأخذ اتصال آخر من بغداد أم استبرق أهلا وسهلا بأم استبرق استبرق مو أم استبرق نعم الأخوة بالكنترول الطوني الاسم أم استبرق الأخت استبرق أهلا وسهلا وإلكم الدعاء السلام عليك يا أخي ولي الله السلام عليك يا عمتي ولي الله السلام عليكم نتوجهنا واستسمعنا وقدمنا فينا ذي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله اللهم شافك وإذا حطيت كلمة زي العابد يا الله يا الله يا الله ملكك الجسام والد تحيي مريضة دنيا شاكر يا رب يا رب دنيا شاكر ان شاء الله غدير ورقية نعم واسترقت شهادتها والله يا رب ان شاء الله ان شاء الله تسهيل الامور والتوفيق ان شاء الله التوفيق والنجاح دائما لكم بحق محمد وآل محمد اخوي علي نعم الاخت استبرق شكرا جزيلا تواصلكم معنا في برنامج جاب انت فاطمه والله يتقبل الزياره ان شاء الله والصحه والسلامه لكل الاسماء اللي ذكرتيها وقضاء حوائجهم ان شاء الله بحق محمد وآل محمد سادتي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم بعد قليل يا بنت موسى وابنة الأطهار أخت الرضا وحبيبة الجبار يا درة من بحر علم قد بدا لله درك والعلو الساري الكريم وصاحب الأسرار لازلت يا بنت الهدى معصومة لازلت يا بنت الهدى معصومة في الجنان الجزاء
هذا هو المنصوص في الأخبار، هذا هو المنصوص في الأخبار. من كل ما لا يرتضيه الفار، من زار قبرك في الجنان جزاه، هذا هو المنصوص في الأخبار، هذا هو المنصوص في الأخبار. والزائرون الوافدون لصحنها يدعون في الحرم الشريف بلهفة، والكل يدعو نادبا متوسلا من موكب النور الذي في الحضرة. عودة إليكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم يا بنت فاطمة، ونأخذ اتصال الأخت ليلى من الموصل. أهلا وسهلا بالأخت ليلى، والوقت لكم بالدعاء والزيارة يا بنت فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. نعم أخت ليلى، الظاهر انقطع الاتصال. الأخت ليلى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجكم ويسهل أموركم إن شاء الله، والأسماء إن شاء الله إذا سنحت لك الفرصة بالاتصال إن شاء الله نسجل الأسماء اللي ذكروها إن شاء الله. نعم من الناصرية الأخت بيادر. بيادر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة، يا بنت، يا بنت فاطمة. فاطمة، يا بنت فاطمة، نهنئكم بقدوم شهر شعبان. الله يهنيكم إن شاء الله بالخير والصحة والسلامة والعافية، وولادة الأقمار الثلاثة، الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس والإمام زين العابدين عليه السلام، سيدي ومولاي بالفضل العباس والإمام السجاد عليه السلام. نعم سيدتي ومولاتي فاطمة المحصومة، السلام عليك يا بنت منصف نجاحفر، السلام عليك يا أخت علي من سرطة، السلام عليك يا عمات الجواد، السلام عليك يا سهد طاهر، السلام عليك يا تر المحصومة، يا سيدتي ومولاتي، يا سيدتي يا مولاتي، فدو نظرة من عندك الحاملة تغير الحال وتيسير الأمور، يا مولاتي يا فاطمة المحصومة، يا الله السلام عليك بأخوك علي، أحسك بأبوك من نجاحفر، يا الله يا مولاتي تغيري نحوانا وترحمي حالنا وتكتبي لي زيارة أزورك وأزور أخوك. آمين آمين بالقريب العاجل إن شاء الله. أخت بيادر، نعم أشكر قناتكم والدعوة لكم إن شاء الله بالصحة والعافية، الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله، كل المشاهدين المتعاونين بهذا البرنامج إن شاء الله. دائما 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 هذا البرنامج يكون حلقة وصل بينكم وبين السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم الاستجابة. الأخت بيادر، إذا عندكم أسماء، الظاهر انقطع الاتصال. الأخت بيادر إن شاء الله ندعو لكم دائما بالصحة والسلامة والعافية وقضاء حوائجكم. من الديوانية الأخ رزاق، أهلا وسهلا بالأخ رزاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله. هنيك بحلوة تعبان، الله يسلمك، التهنئة إن شاء الله لكم وللجميع بحق محمد وآل محمد وكل السادة المشاهدين بهذا الشهر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويجعل الصحة ثوبكم بحق محمد وآل محمد. الله يحفظك. السلام على سيد عمر الإمام غريب الغرباء، الإمام الإمام الرضا عليه السلام،
فاطمه المعصومه. ولا هانا انت ما زايد امام الضيف ولا زايد السيده فاطمه المعصومه. نعم خادم خادم نعم رحم الله وجهك كل جار تذكرني فيه رحم الله وجهك ما اقدر ازوراني. خادم خادم يا اخ رزاق ان شاء الله. انت الان امام الضريح الطاهر وممكن ان تتزود من هذا الضريح بالدعاء والزياره يا اخ رزاق تفضل. الله يحفظك. السلام على فاطمه المعصومه. السلام عليك يا سيدي فلاته فاطمه المعصومه. السلام عليك وعلى ابوك وخدمه اخوتك. السلام عليك وعلى ابوك يا سيدتي ومولاتي. نسال الله الزياره. إن شاء الله الصحة والسلامة والعافية لك يا أخ رزاق إن شاء الله دائما بالصحة والسلامة والعافية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك زيارة الأولياء بحق محمد وآل محمد. عاودة الاتصال الأخت ليلى من الموصل. أهلا وسهلا بالأخت ليلى والوقت لكم بالدعاء والزيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. اللهم بحق فاطمة الزهراء عليك يا سيدتي ومولاتي يا معصومة أنت شافينا بشفائك العاجل وتداوينا بدوائك العاجل. اللهم شافي مرضانا داوي جرحانا ارحم شهداءنا واحفظ حيزنا شعبي المقدس وقواتنا الأمنية وسيد علي حسين السيساني بحق محمد وآل محمد. اللهم بحق هذه الشهر الفضيل عليك يا الله. اللهم شافينا بشفائك العاجل فقدنا لحوائجنا الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا في هذه الدنيا زيارة قبر سيدتي ومولاتي فاطمة المعصومة وفي الآخرة شفاعتها يا الله. آمين. اللهم ارحمنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الطريق الشريف يا رب العالمين. ممكن تسجل طين الأسماء أخت ليلى بالخدمة بالخدمة أدم ربك سجل اسم والدتي للشفاء والعافية. نعم والدي الله يرحمه الله يرحمه واسم سجا وفاطمة وزينب. سجا وفاطمة وزينب. نعم يا الله إن شاء الله الرحمة والغفران. ونحن للقضاء الحاجة. نعم وجميع أخواني وخواتي رحم الله والديكم. الله يسلمكم إن شاء الله. صحة والسلام والعافية لكل الأسماء اللي ذكرتها إن شاء الله والمغفرة والرضوان إن شاء الله لوالدك بحق محمد وآل محمد. الأخت ليلى شكرا جزيلا من النرويج أم علي. أهلا وسهلا بأم علي والوقت لكم بالدعاء والزيارة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم علي من النرويج. نعم يا بنت فاطمة السلام عليك يا بنت فاطمة. السلام عليك يا بنت فاطمة. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. يا أخت السلام ولي عليك الله. يا بنت موسى بن جعفر ذاهب الحوائج يا سيدتي يا مولاتي. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة, عند الله. اشفعي لنا عند الله يا سيدتي يا آمين. مولاتي آمين. يا فاطمة المعصومة بجاه غربتك غربة أخوك الإمام داقين بابك يا بنت موسى بن جعفر يا الله. داقين بابك يا أخت علي بن موسى الرضا داقين بابك وما عندنا غير الله وانتم يا الله الشافين يا الله. وتعافين كل مريض. آمين. يدق بابك والشافين مرضانا يا بنت موسى بن جعفر يا سيدتي يا مولاتي يا بنت موسى بن جعفر يا الله. توجهنا إليك ودقينا بابك وننخاك وان شاء الله نريد جوابك يا بنت موسى بن جعفر يا رب العالمين يا رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين جاوب عندك يا الله يا الله يا رب العالمين شافوا تعافي كل مريض وشاف مرضانا يا الله. الهي بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها شافوا تعافي كل مريض وشاف مرضانا يا الله يا ان شاء الله ان شاء الله يا ام علي. نسال الله سبحانه وتعالى بهذه العبرات وبهذه اللهفه
إلى السماء إن شاء الله صوتك مسموع بحق محمد وآل محمد، ويشافي مرضاكم بالقريب العاجل بحق محمد وآل محمد. الأخ عباس من إيران. حياكم الله البيت. الله يحفظك ويسلمك أخ عباس، وأنت في برنامج زيارة مقبولة وإن شاء الله منها الحاج، والوقت إلكم بالدعاء والزيارة. آمين يا رب العالمين، رحمة الله عليك. الله يسلمك الأخ عباس. إذا أمكن تقلل صوت التلفزيون حتى تتكلم براحتك والزور. الله يحفظك. الله يسلمك، تفضل. جمال دخول. الله يحفظكم. الظاهر انقطع الاتصال الأخ عباس، وإن شاء الله يعاود الاتصال للدعاء والزيارة لحضرة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. آمين يا رب العالمين. نسأل من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الشفاء العاجل لكل الأخوة والأخوات اللي طلبوا عندنا الدعاء. الأخ أحسين من كربلاء المقدسة، والأخ محمد جواد من الناصرية، والأخ عباس عبد المنعم من النجف الأشرف. نعم، نأخذ اتصال أم حسن من إيران. اهلا وسهلا بام حسن، وانت في برنامج يا بنت فاطمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي بالدعاء والزياره. السلام عليك يا بنتي فاطمه، السلام عليك يا بنتي علي بن موسى الكاظم. يا الله، السلام عليك سيدتي يا بنت موسى الكاظم عليه السلام. السلام عليك يا بنت امير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمه الزهراء، السلام عليك يا بنت الأئمة الأطهار. نبارك لكم بهذا شهر شعبان، الله يحفظكم إن شاء الله، يجمع علينا وعليكم بالفرح آمين. والتهاني إن شاء آمين. الله آمين آمين آمين. بمولد إمام الحسين وإمام السجاد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أخ هاني، نعم. عندي طلب عندك. خادم خادم. أخ هاني، أريد أن طلب من عندك، أريد أن حضرت فاطمة المحصومة تندعي لي أي لزيارتها بس. يا رب، خادم خادم، والطلب إن شاء الله يتنفذ هذا الطلب بعد انتهاء البرنامج إن شاء الله. نعم إن شاء الله إن شاء الله، ندعي لك إن شاء الله أخاني، ندعي لك أستاذ هاني. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. من عندك المندعاء، وريد من عندك تندعي لنا عز فاطمة المحصومة، أريد زيارتها يا زيارتها بعد ما عزمتنا، وريد تعزمنا زيارة فاطمة إن شاء الله. إن شاء الله، الله يهيئ السبل وإن شاء الله تتشرفون بزيارة السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام إن شاء الله. طين الأسماء، طين الأسماء. فاطمة فاطمة سجل فاطمة. نعم. وبتول. نعم. وباغر. نعم. والأولاد والعائلة، ورحم الله والديك على هذا البرنامج، وإن شاء الله الله ينصركم مع إمام المهدي. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. شكرا لدعائكم، وإن شاء الله إحنا بدورنا ما ناسيكم من الدعاء، وإن شاء الله تتحقق أمنيتك إن شاء الله بزيارة السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام. ممنون من عندك، ممنون. خادم خادم، الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يحفظكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. في نهاية البرنامج وهذه الدقائق المعدودة، نقرأ الآية الشريفة لكل المرضى ولكل من طلب منا الدعاء في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم شافي وعافي كل مريض بحق محمد وآل محمد وبحق الإمام زين العابدين مريض كربلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم جميع السادة المشاهدين المرضى منهم ثوب الصحة والسلامة والعافية إن شاء الله تعالى. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم كل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظة وقائد وناصر ودليل وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. سادة المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، إن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع القادم في هذه البقعة
الطاهرة في هذا المكان المقدس للسيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، وأنتم تتزودون من هذا النور ومن هذا الفيض الرباني الذي إن شاء الله سوف يكون سندا لكم في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. سادة المشاهدين، أشكركم وأشكر اتصالاتكم وأشكر كادر برنامج يا بنت فاطمة على كل هذا الجهد الذي بذله لكي تصل لكم هذه الحلقة في هذا اليوم من جوار السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.